السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مع بعض نكمل حلقات الكليمز، وكنا اتكلمنا على 3 أنواع من أنواع الكليمز في الحلقات اللي فاتت. اتكلمنا في أول حلقة على موضوع الاكستنشن اوف تايم والبرولونجيشن كوست الكليمز، واتكلمنا في الحلقة التانية على موضوع الفاريشنز، واتكلمنا بعد كده على موضوع تغيير التشريعات أو تأخير البيرميتس من الدوائر الحكومية أو تغيير القوانين. ده النوع الثالث من انواع الكليمز. النوع الرابع اللي هنتكلم عليه في الحلقه بتاعه النهارده هو الديسربشن كليمز، ويمكن تكون في ناس منكم سمعت المصطلح الديسربشن كليمز بس مش واضح بشكل كبير عند الناس، او طريقه حسابه كمان مش واضحه بشكل كبير. فهنغطي ان شاء الله بالحلقه دي موضوع الديسربشن كليم والاسس بتاعه الديسربشن كليم، ونحاول بشكل سريع نتكلم على طرق الحساب المتعارف عليها في الديسربشن. طيب ايه هو الديسربشن كليم؟ بشكل عام الكونتراكتورز غالبا بتارجيو انه اي اكت اوف هارم باي ذا امبلوير، اي اكت الامبلوير عمله الاكت ده عمل عليا ضرر يا مقاول، فانا من حقي اطالب بالكومبنسيشن. والاكت اللي ممكن اقول عليه اكت اوف هارم باي ذا امبلوير في منه انواع كتير، فممكن يكون مثلا انه عمل partial suspension لجزء من الاعمال، جه قال لي الجزء ده ما تشتغلش فيه، او جاب مقاول تاني يشتغل معايا في نفس المشروع في نفس السايت ليميتس بتاعتي، فالمقاول التاني ده اثر على شغلي بقى ياخرني بقى ما يدينيش اكسس في اماكن معينه وكذا وهكذا. late issuance of instructions حتى لو مفيش ليها تايم امباكت، اتكلمنا على late issuance of the instruction لو ليها تايم امباكت في حالات الاكستنشن اوف تايم، بس ممكن يكون في تاخير في اصدار الانستراكشنز ويكون الاكتيفيتي اللي ليها علاقه بيها في فلوت، فالتاخير ده ما اثرش عليا كتايم ولكنه ممكن يكون عمل لي disruption او اثر على disruption زي ما هنشوف مع بعض في الامثله اللي بعد كده. التاخير في اصدار القرار، تغيير في السيكونس بتاع الورك، كل الحاجات دي ممكن تأثر على المقاول، والمقاول ممكن يكون عايز يطالب بتعويض عن الحاجات دي، وده اللي بيطلق عليه الديسربشن كليم، وده يوجوالي بتبقى الارجيو بتاعت الكونتراكتور في الديسربشن كليم. والديسربشن كليم هو بشكل عام هو فقدان في الانتاجية بتاعت الريسورسز بتاعت المقاول، والريسورسز بتاعت المقاول اللي هي بتشمل المعدات، اللي بتشمل العمال، اللي بتشمل ايفن الستاف، اللي بتشمل الدرافتس مان، كل الريسورسز بتاعت المقاول لو حصل فيها فقدان في الانتاجيه او تعطل في الانتاجيه او ايديال تايم هو ده اللي بيندرج تحت الديسربشن. طيب الديسربشن كمصطلح هنلاقي له اكتر من تفسير في كتب اللي بتتكلم عن كونستراكشن كليمز، واكتر من مرجع باماكن مختلفه. انا حاولت اجمع لكم هنا الحاجات الرئيسيه اللي اتكلمت عليها الكتب على ما هو تعريف الديسربشن. فاتكلمت الكتب على انه الديسربشن هو التأخير في individual activity، مش بالضرورة يكون التأخير ده ليه تأثير على مدة المشروع، completion date might not be delayed، و causing ان المان باور يفضل موجود فترة اطول في النشاط ده. فلو ده نوع من انواع الديسربشن، مثلا انه انا كان بند المفروض انفذه في 10 ايام، الاكتيفيتي ده كان فيه فلوت 5 ايام، فلو اتاخرت فيه 5 ايام وزرت ان انا خلصته في 15 يوم مش هيأثر على مدة المشروع، ولكن ال5 ايام الاضافية دول طيب ما هو المان باور فضل يشتغل معايا كمان ال5 ايام الاضافية دول، فلو ال10 ايام بقوا 15 يوم نتيجة act of the employer، ال additional manpower ال compensation ال manpower الاضافية دي بتندرج تحت الكليم الديسربشن كليم، انه انت يا مالك خلتني اصرف وقت اضافي على بند وبالتالي اصرف عمالة اضافية على البند ده، ملوش تأثير على المدة ولكن ليه ضرر عليا، فانا بطالبك بتعويض عن الضرر ده. ده نوع من انواع ال disruption claims. طيب ايه تاني ممكن ينتج عن ال disruption claim؟ تغيير ال sequence. برضو هنا بتكلم على انه انا ممكن لما اغير ال sequence بتاع الاعمال انه انا اعمل لك disruption، عشان تنقل من المكان ده للمكان ده تقعد يومين بتنقل في المعدات، تقعد يومين بتنقل في العمالة، ففي الفترة دي فترة اللي هتنقل من مكان لمكان انت فقدت الانتاجية بتاعت العمالة دي، فبالتالي من ممكن يكون ده واحد من المداخل بتاعت ال disruption. ال interruption وال disturbance بال secondary activities زي ما حكينا انه ممكن يجيب مقاول تاني يشتغل معاك في نفس الوقت، فانا مثلا شغال بعمل حفر في شبكات
والمالك قرر انه يدخل المقاول اللي بينفذ الفيلا اللي يشتغل معايا في نفس الوقت، فبقيت بدل ما بحفر 100 متر في اليوم علشان المقاول بتاع الفيلا كل يوم يعدي من الاكسس بتاعي ويوقفني شوية، بقيت احفر بس 60 70 متر طولي في اليوم في شبكة الصرف. فالديستربنس اللي حصل لي ده او الانتربشن اللي حصل لي ده هو نتيجة المالك، وده عملي اللي هو البرودكتيفيتي من حقي اطالب فيها في الديسربشن كليم. الايديال تايم طبعا زي ما قلنا اوت اوف سيكونس اكتيفيتيز، انه لو انا بغير السيكونس، المالك بيغير السيكونس بتاع الورك بتاعي وقال لي لا انا عايزك تقف ما تشتغلش هنا، روح اشتغل هناك وبعد كده ارجع اشتغل هنا تاني. حتى لو ده ملوش تأثير على مدة المشروع، اكيد حصل فقدان او ايديال تايم ان الناس تنقل من مكان لمكان، الستاف ينقل من مكان لمكان، اكيد حصل في loss of time او loss of productivity نتيجة الـ out of sequence ده، ممكن تصاب بيها من بنود الـ disruption. الزحام في المشروع الـ congestion in sections reschedule الـ manpower، طبعا اكيد الناس الشغالة في الـ resource management عارفة انه لما المكان بتكتر فيه، ان انا ممكن مثلا اكون عندي عامل واحد بيعمل بلاستر في غرفة بيطلع لي 10 15 متر مسطح في اليوم، لما احط 4 عمال يشتغلوا في نفس الغرفة في ال4 حوائط اللي موجودين، العامل ما بيقدرش يعمل 10 15 متر في اليوم، بيعمل 8 متر في اليوم لانه الغرفة ضيقة، فعشان ينقل من مكان لمكان وياخد الحاجة بتاعته من هنا البرودكتيفيتي بتاعته بتقل، ودي اللي ما يطلق عليها الكونجستشن للمان باور، وده ممكن ينتج عنه فقدان انتاجيه فبالتالي يندرج تحت كليمز اند ديسربشن لو كان المتسبب فيه هو المالك. ده بشكل عام انواع الديسربشن كليم او تعريف الديسربشن كليم اللي الكتب بتتكلم عليه. طيب هل هو صعب اثباته؟ اه صعب اثباته. هل بيتاخد بيه في المحاكم والاربيتريشن؟ بيتاخد بالكليمز بتاعت الديسربشن اذا قدرت تثبتها. زي ما حكينا اثباته ممكن يكون صعب، لكنك ليك انتايتلمنت، ليك حق تطالب بالديسربشن، فاذا قدرت تثبت الديسربشن ده هيتحكم لك بيه في المحكمه او في الاربيتريشن. اهم حاجه الاربيتريتورز او الكورتس اكسبرت بيهتموا بيها هو الكوز اند افكت، انت لازم تربط السبب بالتاثير، انه لو انت بتقول المالك هو اللي خلاني العامل ده يقعد ايديال، لازم تربط الاثنين ببعض، لازم تثبت انه المالك فعلا هو اللي خلى العمل بتاعك ينتج 8 متر بدل ما كان بينتج 10 متر، هو اللي خلى اللودر بتاعك يقعد ايديال يومين مش موجود. واذا كان في ريكورد يبقى طبعا افضل وافضل، انه انا اكون مسجل في الديلي ريبورت بتاعي انه الاكسكافيتور مثلا كان ايديال ويتنج فور اكسس للمكان الفلاني ديو تو اذر كونتراكتورز، فمسجل انه كان في لودر عندي في اليوم ده قاعد ايديال مستني انه ياخد اكسس من مقاول الفيلل. فلو في ريكوردز بتفيد البرودكتيفيتي لوس او الايديال تايم، ده طبعا هيساعدك كتير انك تثبت الكليمز ديسربشن كليمز اللي عندك. ما يكونش طبعا انه السبب في اللوس اوف برودكتيفيتي هو البرفورمانس بتاعك انت يا مقاول او الميس مانجمنت بتاعك انت يا مقاول. طيب ايه الطرق الاشهر لحساب الديسربشن كليمز؟ في اكتر من طريقه الناس بتستخدمها في حساب الديسربشن كليمز، وخلينا اقول لكم انه مش كلها طرق دقيقه ومش كلها بيتوافق عليها لما بيروح الموضوع للمحكمه او الاربيتريتور، لانه المحكم او الخبير اللي في المحكمه بيهتم زي ما قلنا انه يبقى عنده ربط واضح بين السبب والضرر علشان يقدر يحكم لك بتعويض. فلو الربط ده مش واضح بين السبب والضرر مش هيحكم لك بتعويض. طيب فايه الطرق الاشهر؟ الطريقه الاولى انه في ناس بتعمل كومباريزون بين الاكتوال كوست بالكوست اللي موجوده في البيز لاين ريسورسز، يعني بيجي يقول لك مثلا انا في المشروع بتاعي في البيز لاين كنت حاطط 10 خلينا نقول مثلا تايل وورك او ميسون اللي بيعمل السيراميك، كنت قايل ان النشاط ده المفروض يتحط فيه 10 يوميات من الراجل بتاع السيراميك علشان يخلصني ال 10 متر دول، لكن نتيجة التعديلات بتاعتك انا اضطريت اصرف 15 يوم من التايلر او الميسون اللي بيعمل الشغل السيراميك، فال 5 ايام الاضافية دول انا بطالبك بيهم يا مالك،
وبقارن البيز لاين ان انا كنت حاطط 10 بالاكتشوال اللي هو 15. وطبعا الار يو دي شويه مش قويه ومش كل الناس بتعترف بيها ومش كل الناس بتاخد بيها، لانه دايما الكاونتر ار يو بتاعتها، ومين قال ان ال 10 بتوعك اللي انت كنت حاططهم في البيز لاين صح؟ يمكن انت كان المفروض تحط 15 من البيز لاين وانا ما اثرتش عليك في حاجه. فدي بتبقى دايما الكاونتر ار يو، ودي اللي بتخبط مباشره في موضوع الكوز اند افكت. ما بقاش في اثبات واضح على انه السبب والضرر مرتبطين ببعض. طيب في نوع تاني، في طريقه تانيه للحساب، انه انا بقارن البرودكتيفيتي بالبريفيوس بروجكتس او بالبريفيوس اندستري ستاتستكس. يعني بقول انه انا عامل فيلا زي بتاعتك دي بالظبط يا مالك في المشروع اللي لسه مخلصه من كام شهر، وفي المشروع ده بصراحه حطيت فيه 500 يوميه عامل، انا في مشروعك حطيت 700 يوميه عامل. فبقارن نفس المشروع او بقارن بالاندستري ستاتستكس، بقول انه مثلا الاندستري ستاتستكس بتقول انه الفيلا المفروض لو الفيلا مساحتها كذا يتصرف عليها عدد عمال 100,000 عامل، لكن انا في الفيلا بتاعتك صرفت 150,000 عامل. فالبلوس اوف برودكتيفيتي دي بسببك انت والتعديلات اللي انت عملتها يا مالك في المشروع وطالبك بالفرق. وطبعا دي طريقه تانية ممكن يتحسب بيها الديسربشن كليمز، ولكن هرجع تاني لنفس الطريقه الاولانيه، ما بتبقاش اللي هي اثبات واضح على الربط بين الكوز اند افكت، فاحيانا المحكمين او خبراء المحكمه ما بياخدوش فيها. عشان كده بنرجع نقرر انه الديسربشن كليم من الكليمز اللي صعب اثباتها الا لو عندك ريكوردز واضحه او ريكوردز دقيقه. طيب الطريقه الثالثه من حساب الديسربشن اكتيفيتيز اللي هي ما يطلق عليها الميجرد مايل، والميجرد مايلز هي من اكتر الطرق شويه منطقيه وشويه الناس بتاخد بيها لو اتعملت بشكل مظبوط. الميجرد مايل ببساطه بتقول لك انك انت تحسب في نفس المشروع لنفس البند اللي اتاثر بالاكت اوف ذا امبلوير والبند اللي ما اتاثرش بالاكت اوف ذا امبلوير. يعني انا عندي مشروع تاور في 15 مثلا دور متكررين بنفس اللاي اوت بنفس كل حاجه، وانا نفذت من الدور الخامس للسادس كان بعمل السيراميك بتاع الدور كله وبصرف عليه 100 عامل، صرفت في الدور الاول 100 عامل، صرفت في الدور الثاني 80 عامل، وفضلت اصرف 80 عامل على 80 يوميه عامل على السيراميك ده في الدور الثاني والثالث والرابع لانها كلها ادوار متكرره. وجيت في الدور السادس رغم ان هو دور متكرر، لكن المالك قال لي لا استنى انا بفكر اعمل تعديل في اللاي اوت بتاع السيراميك، وبعد كده رجع قال لي لا انا مش هعمل تعديل ارجع اشتغل تاني، فعطلني شويه. فلقيت ان انا في الدور ده صرفت بدل ما انا بصرف 80 يوميه عامل على كل الادوار اللي تحت، جيت في الدور ده صرفت 120 يوميه عامل، فال40 يوميه عامل دول هو بسبب تعطيلات المالك تقدر تطالب بيهم. طيب هل ده اثبات واضح؟ الى حد كبير ربط واضح بين السبب والضرر، لان هو نفس الدور ونفس المشروع ونفس كل حاجه انت بتقدر تعمل 80، واثبت ما يفيد انك كنت قادر تعمل 80 في نفس المشروع. فال80 ده هو الرقم المنطقي والدقيق والاكوريت والاكتوال اللي بيتصرف على تنفيذ السيراميك في الدور ده الخمس ادوار المتكررين. وجيت في الدور السادس اللي هو نفس الدور بنفس كل حاجه صرفت اكتر من ال80 بسبب تعديلات المالك. فبيبقى هنا في لحد كبير ربط واضح بين السبب والضرر، وممكن تطالب بده as a loss of productivity وتطالب بالdisruption claim. والميجرد مايل من الطرق اللي بيعترف بيها في التحكيم وفي المحكمة إذا تم تقديمها بشكل واضح ومفصل. طبعا قيس نفس المثال اللي أنا قلته ده على كل حاجة، مثلا الحفر، هي أنا كنت بحفر 10 متر طولي في اليوم أو 6 متر طولي في اليوم في شبكة الصرف، وكنت ماشي بعمل كده وعندي ريكوردز من دي البرودكتيفيتي ريتس بتاعتي من اول المشروع لغايه لما حصلت ديسربشن. وجيت في الفتره لما انت دخلت معايا من اول تاني يشتغل، ما بقتش رغم انه نفس المعدات ونفس الستاف ونفس كل حاجه، ما بقتش اعرف اعمل غير 3 متر طولي في اليوم نتيجه الديسربشن اللي انت عملته. فهو ده الميجرد مايل، ان انا بقارن برودكتيفيتي في نفس المشروع بنفس البند بفترة ما قبل الديسربشن وبفترة ما بعد الاكت اوف ذا بريفنشن باي ذا امبلوير. في طريقة تانية من حساب الديسربشن
وهي انه اندستري بيزد، انه في ريسيرشز اتعملت بتقول انه في فاكتورز معينه لو المشروع حصل فيه فاريشنز بالليمت ده الفاكتورز دي بتنطبق. يعني في مثلا دراسه بتقول انه المشروع لو حصل فيه تعديل ذات فاريشنز بما يعادل 8% من الاوريجينال سكوب بيحصل 2% loss of productivity للعمالة. فممكن تستخدم واحد من الريسيرشز دي وتحطه كسبورت ليك وتقول انه بناء على الريسيرش ده انا بطالب بالديسربشن، وده طبعا بيكون اضعف الطرق لاثبات الديسربشن. فدي بشكل عام الاربع حاجات. طبعا في طرق تانية كتيرة لحساب الديسربشن، لما تدوروا على الارتكلز والكتب بتاعت الديسربشن في ارتكل مهم جدا وظريف جدا حاطينه على مكتبة علمي منتفع بيه عاملاها شركة هيل انترناشونال، أو واحد من الستاف اللي شغالين في شركة هيل انترناشونال بيشرح الطرق المختلفة للديسربشن وطريقة حسابها. ده بشكل عام فكرة عن موضوع الديسربشن كليمز وازاي طريقة حساباته. الحلقة الجاية هنتكلم شوية على أمثلة على موضوع الديسربشن كليمز علشان الصورة تبقى أوضح للناس، ونحاول نحط 4 أو 5 أمثلة ونشوف هل ممكن نقدر نثبتهم ولا لا، هل من حق المقاول يطالب بيه ولا لا. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.